بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 51 من الكتاب السابع، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. معلوم أن هناك أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، كالنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ووقت طلوع الشمس حتى ترتفع، وكذلك النهي عن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ووقت غروب الشمس، وكذلك وقت الزوال. والزوال هو الوقت الذي يتحول فيه ظل الشيء من الغرب إلى الشرق قبل الظهر بحوالي ثلث ساعة، يسمى الزوال، لأن الشمس تتحرك هكذا من الشروق، فيكون ظل الشيء جهة الغرب، وكلما ارتفعت قصر ظل الشيء ويقترب من الشيء نفسه حتى تكون في كبد السماء، فيصيل ظل الشيء تحته، لا هو للشرق ولا هو للغرب، يسمى الزوال، عندما يصير ظل الشيء لا هو للشرق ولا هو للغرب ولكنه تحته، هذا الوقت يسمى وقت الزوال. فإذا مالت الشمس تحول الظل إلى جهة الشرق ويسمى فيء، يبقى الظل اللي يتحول لجهة الشرق يسمى فيء، واللي هو جهة الغرب يسمى ظل. ده على التفصيل، يعني الفرق بين الظل والفيء، فالفيء يكون ما بعد الظهر، ظل الشيء بعد الظهر يسمى فيئا إلى أن تغرب الشمس. أما الظل فهو ظل الشيء من الشروق إلى الزوال، مجرد تحول ظل الشيء إلى جهة الشرق يأتي وقت الظهر، يؤذن للظهر. فالمسافة التي بين أن يكون ظل الشيء تحته لا إلى الشرق ولا إلى الغرب ثم يتحول إلى الشرق فيأتي وقت الظهر، هذا يسمى الزوال. والزوال هذا يكون قبل أذان الظهر بحوالي ثلث ساعة، وأحيانا يكون أقل على حسب طول النهار وقصره. أجمع العلماء على أنه لا يجوز الصلاة في مثل هذه الأوقات بلا سبب بالإجماع، وأجازوا صلاة الفريضة إن لم تؤدى. يعني افرض جاء العصر وانت ما صليتش العصر، فلك أن تصلي العصر في أي وقت، لأن الكراهة لمن أدى الفريضة، لمن لم يؤدي الفريضة يقوم يصلي، فبالإجماع تؤدى الفريضة. أما من أدى الفريضة فيدخل وقت الكراهة، وهي كراهة الصلاة بلا سبب بالإجماع. ثم الصلاة التي لها سبب أجازها الإمام الشافعي ومن وافقه. الإمام الشافعي أجاز الصلاة التي لها سبب في وقت الكراهة، واستثنى يوم الجمعة وقت الزوال للصلاة مطلق التطوع، يوم الجمعة لشرف زمانه، فممكن في صلاة الجمعة تأتي المسجد وتصلي ما شئت من تطوع حتى يخرج الإمام للصلاة استثناء. لماذا؟ لأن يوم الجمعة لشرف زمانه، هذا مذهب الشافعي. يبقى الشافعي استثنوا الصلاة التي لها سبب فأجازوها، كصلاة الجنازة وصلاة تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الفائتة وكذلك الفريضة الفائتة.
والحنابلة استثنوا صلاة الجنازة فقط. الحنابلة استثنوا صلاة الجنازة فقط في وقت القراءة للأمر بتعجيل الدفن. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 57 بعد 900 والألف، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وعن أبي قال: وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال: داود حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن قتادة قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وممكن تشكلها تقول تشرق الشمس، والفرق بين تشرق وتشرق، تشرق يعني تطلع، وتشرق يعني تضيء، وهي روايتان صحيحتان تشرق وتشرق. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وهل العلة هنا معلومة ولا تعبدية؟ العلة لو لم تكن معلومة نسميها تعبدي، يعني سمعنا وأطعنا من غير ما نسأل علة، ولا هناك علة أو حكمة؟ الراجح أنها تعبدية، وبعض العلماء قالوا الحكمة أن في هذه الأوقات عباد النجوم والشمس والقمر وهذه العبادات الغريبة لهم صلاة في هذه الأوقات، فالنبي نهانا أن نصلي وقت صلاتهم حتى لا نتشبه به، بعض العلماء قالوا به، لكن الراجح أن هي تعبدية، يعني معناها لو مات كل من يعبد كل صنم أو كل شمس وانتهت الصلاة في هذه الأوقات هل تزول الكراهة؟ لا تظل الكراهة كمان، يبقى العلة تعبدية. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. يعني يتحرى يعني يتحين، يعني يصحى مثلا مستيقظ قبل طلوع الشمس بمدة، يوم يجلس يتلكأ عن صلاة الصبح حتى يقترب طلوعها يوم يصلي كده، من يعني لا يتحين، يعني لا يتحين يعني لا يتحرى، يعني لا يقصد لا يتعمد. أما إن جاء عفويا يعني استيقظ وقت طلوع الشمس فصلى لا شيء عليه لأنه كان نائما، أو بمجرد أن توضأ واستعد للصلاة وجد أن الشمس ابتدت تغرب ولم يصلي العصر فصلى العصر لا شيء. أما الذي يتحرى يعني يجلس فيتعمد وينتظر وهذا الوقت يقوم يصلي، هو ده اللي ينهى عنه نهي تحريم.
عنه به قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ومحمد بن بشر قالا جميعا حدثنا هشام عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم اي لا تتعمدوا ان تقيعوا صلاتكم طلوع الشمس اي وقت طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بقرني شيطان. قيل كما قلنا ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى لانها في هذا الوقت تعبد الشمس من دون الله، نسال الله السلامه. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بدا حاجب الشمس فاخروا الصلاه حتى تبرز يعني ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، حتى تغيب في الشفق كاملا فيدخل وقت المغرب. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم، يعني معناه تغرب الشمس، لأن إذا غربت الشمس بان النجم. لماذا له أجره مرتين؟ أجر مجاهدة النفس وأجر أدائها، لأن في هذا الوقت يكون الإنسان قد تعب من العمل ويميل إلى الراحة، أو يكون في وسط شغل عمله أو في طريق العودة من عمله، فيكون أسباب الكسل متوفرة، فإذا جاهد نفسه وأداها أخذ ثواب المجاهدة وثواب الأداء، فله أجر مرتين. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي فؤال بن هبيرة ما نسبوش إن نسبه في الرواية الثانية دي ما يزيد بقى إيه تكرار الروايات إن اسم غير منسوب تلاقيه نسب اسم غير معلوم فتلاقيه ذكره اسم ذكر بكنيته فيذكره باسمه وهكذا صرح هنا بالتحديث صرح هنا بالسماع أو قال عن في رواية ثم صرح بالسماع في رواية فهذه مزية قراءة الروايات المتتالية فهي تقوي بعضها البعض. عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة، شوف هنا ازددنا في الرواية دي هناك قال ابن هبيرة بس لا نسبه ولا قال درجته، لكن هنا نسبه على السبائي وكان ثقة. عن ابي تميم الجيشاني، والجيشان منسوب لقبيلة في اليمن، قبيلة جيشان في اليمن قبيلة مشهورة. عن ابي بصرة الغفاري قال صلى بنا، وبرضو الغفاري منسوب لقبيلة بني غفار في اليمن برضو، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله يعني بمثل الحديث السابق. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات يعني ثلاث أوقات، مستعلية 60 دقيقة يعني ما كانوش لسه يعرفوه، ثلاث ساعات يعني ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هو وقت الزوال حتى تميل الشمس. قالوا قائم الظهيرة ايه؟ ان الابل تبقى نايمة على الارض كده باركة، والشمس ترتفع في وقت الضحى حتى ما قبل الظهر يرتفع حرارة الارض، فالابل تروح واقفة لا تتحمل حرارة الارض، فيسموه قائم الظهيرة. اول ما الابل يقفوا يعرفوا ان الارض سخنت، يبقى معناه ان الظهر اقترب، فاهم؟ هذا يسموه قائم الظهيرة. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني يدخل وقت الظهر. وحين تضيف الشمس، وحين تضيف يعني تميل الشمس للغروب حتى تغرب، دي اوقات الكره. يعني ان نقبر فيهن موتانا، يعني لو واحد عايز يدفن قريب وقت طلوع الشمس او وقت غروبها يبطل دفن؟ لا، النبي قصد هنا ان تتحرى هذا الوقت للدفن، او تتحرى هذا الوقت للايه؟ للدفن، للصلاة على الميت، وقت الغروب او وقت الشروق. لكن لو جاء اتفاقا دون تحري لا بأس، لو جاء هذا الوقت اتفاقا، افرض صليت انت الجنازة على ميت بعد صلاة الصبح ثم توجهت لدفني، فلما وصلت الى دفني وجدت وقت طلوع الشمس، ادفن ولا تمتنع ولا تنتظر. لماذا؟ لانك لم تتحرى الوقت، جاءت اتفاقا، واضح؟ انما التحري يعني تصل الى وقت الدفن وتمكث وهكذا وتضع الميت حتى وقت الطلوع تروح تبتدي تدفن، هو ده اللي من يعرف، او وقت الغروب، فلا نتحري وقت الغروب ولا وقت طلوع الشمس في الدفن. لكن لو جاء اتفاقا لا شيء فيه. باب اسلام عمرو بن عبسة. وعن ابي قال حدثني احمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله ابو عمار ويحيى بن ابي كثير عن ابي امامة قال عكرمة ولقي شداد ابا امامة وواثلة وصحب انسا الى الشام واثنى عليه فضلا وخيرا. عن ابي امامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وانا في الجاهلية اظن ان الناس على ضلالة وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر اخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، يعني كأنه جاء وقبل النبي في أول البعثة وقت أن كانت سرية أيام دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لأنه كان بفطرته يكره عبادة الأوثان، فلما سمع أن هناك رجل في مكة يتكلم في هذا الموضوع فذهب إليه، وكان هذا في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى شكل قال مستخفيا جراء عليه قومه، يعني قومه تجرأوا عليه فعادوه وآذوا أصحابه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. تلطفت يعني استخفيته، يعني لم يرد أن يجهر بأنه يريد أن يذهب لهذا الرجل حتى لا يمنعه، يبقى تلطف يعني جاءه خفية. فقلت له ما أنت؟ يعني عرفني بنفسك، ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله، يعني يوحى إليه، يبقى تعريف النبي أنه رجل يوحى إليه. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، يعني في وقتك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ لأننا مستخفين مستضعفين، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. ودي علامة من علامات النبوة، أن النبي كان عالما أنه سيظهر،
وقت استضعافه ووقت استخفائه، ودي علامة من علامات النبوة بالإخبار بالغيب. ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت وإن انتصرت أو ذا عصيتي أو جهرت بدعوتي أو صارت لي شوكة أحميك فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، يعني صار إيه مشهور، ذاع صيته والناس تذهب إليه، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ كان مر عليه حوالي 10 سنوات بين اللقاء الأول وبين ذهابي إلى المدينة، 10 سنوات على الأقل. فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وهنا بانت أنها حكمة، الحكمة ألا نتشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني ثم صلي بعد وقت الكراهة هيدخل وقت ايه الضحى، لو ان يصلي بقى حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يصل ظل الرمح لا الى الشرق ولا الى الغرب، يبقى ده وقت الزوال، يصير الظل استقل بالرمح معناه صار تحته لا الى الغرب ولا الى الشرق، حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة ووقت الزوال، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء، شوف سمى بقى إيه الظل لما يتحول للشرق يبقى يسمى إيه فيء، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة اللي هي وقت الظهر محضورة، مشهودة للملائكة ويحضرها الملائكة، حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، يبقى عباد الشمس كانوا يسجدون لها وقت طلوعها ووقت غروبها. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه وضوءه بفتح الواو، يعني ما يتوضأ به اللي هو الماء، ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، خرت يعني سقطت، وفي رواية جرت برضو صحيح مسلم في بعض النسخ المطبوعة جرت، إلا جرت خطايا وجهه، جرت يعني ابتعدت عنه، يبقى خرت سقطت وجرت ابتعدت، خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، ثم يغسل. ولذا ذهب الجمهور على أن المطلوب هو الغسل خلافا لما ذهب إليه
الشيعة أن المطلوب هو المسح، فالشيعة عندهم الوضوء يجب فيه مسح القدم ولو غسل بطل وضوء عند الشيعة. فهذا الحديث يدل على أن الغسل هو الواجب، هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة، وأن المسح يكون على الخف. وذهب ابن جرير الطبري وكذلك سيدي عبد الله الصديق الغماري شيخي إلى جواز أن يتخير بين المسح والغسل، إلى جواز أن يتخير بين المسح والغسل، وهذا مذهب ابن جرير الطبري وسيدي عبد الله الصديق الغماري. لماذا؟ لوجود قراءتان في القرآن: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر هكذا عطفا على ممسوح، وهي قراءة متواترة. وللقراءة الأخرى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب عطفا على مغسول، والقراءتان متواترتان. فلما كان هناك قراءتان متواترتان حملها ابن جرير الطبري على أنها للتخيير، فلو أن يتخير بين المسح والغسل، وأيد ذلك الأمر سيدي عبد الله الصديق الغماري شيخي في هذه المسألة أنها للتخيير. وذهب الجمهور إلى أن قراءة الكسر فسرها النبي بالمسح على الخف، وأن قراءة الفتح فسرها النبي بالغسل إذا لم يكن بخف. وذهبت الشيعة إلى أن المسح فقط، إلى المسح فقط. وذهب بعض الظاهرية إلى الجمع بين المسح والغسل، الجمع إلى وجوب الجمع بين الغسل والمسح، بعض الظاهرية. والسنة تجد أن النبي بيجمع بين الغسل والمسح، لأنه يدلك العضو فهذا مسحا، ويجري الماء عليه فهذا غسلا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء السنة المعروف عنه أنه كان يدلك أعضاءه، فالدلك مسح ثم يجري الماء على قدمه، فجريان الماء غسل. فكأن النبي كان يجمع بين المسح والغسل. والله تعالى أعلم. لكن الحديث ده هنا ذكر النبي يغسله، لأنه ده الأمر المجمع عليه، وهو يعلمه الأمر المجمع عليه أولا المتفق عليه. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإذا هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل اللي هي الفاتحة، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وخطيئته هنا بمعنى الصغائر. لماذا؟ لأن ورد حديث آخر قال: ما لم يغش الكبائر، فقيدها بالصغائر، قال ما لم يغش الكبائر في رواية أخرى. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني لأنها ثواب كبير قوي، ده هيتوضى هيخلص كل ذنوبه، وبعدين يجي يصلي كمان، يعني كأنه اتولد من جديد، ليس مكتوب. فاستعظم الثواب يعني. قال له بقى في مقام واحد، في وقت واحد يتوضى ويصلي ركعتين ياخد كل هذا الثواب العظيم. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. يعني بيقول له: وانت فاكر ان انا يعني سمعته مرة ولا 2 ولا 3؟ ده انا سمعته اكتر من 7 مرات. وده تأكيد طبعا، لا يشترط تكرار السماع عشان يروي، ليس شرطا، ولكن هنا اراد التأكيد الرواية، وليس بيان شرط تكرار السماع حتى يروي، يكفي يسمعه مرة واحدة فيروي. لكن هنا لانه استعظم هذا الثواب العظيم، فقال له: أنا لا حاجة لي أن أكذب على الله ورسوله، خصوصا أني قرب أجلي وكبر سني، ولكن أنا لم أسمع منه مرة واحدة أو مرتين أو 3. وهذا كله تأكيد للسماع. باب
لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها. وعن أبي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهم عمر يعني اختلط عليه الأمر، أي كأنه فهم خطأ مثلا، وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وعن أبي قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. سيدنا عمر كان موظف واحد يضرب الناس ويمنعهم من الصلاة بعد العصر أيام خلافته، كويس؟ فقامت ستنا عائشة قالت وهم عمر، المسألة مش كده يعني، ما كانش عاجبها الطريقة دي بتاعت سيدنا عمر في المسألة دي. وهم عمر ليه؟ لأن كان النبي بيصلي بعد العصر ركعتين، ليه تمنع الناس بقى؟ أدي إيه وجهة نظر سيدتنا عائشة، يعني كأن سيدتنا عائشة كانت بقى إيه ماشية مع مذهب الإمام الشافعي قبل ما الشافعي يتولد، واخد بالك؟ لأنها وافقت إيه اجتهاد الإمام الشافعي، ما هو الصحابة مجتهدين، ما هو جاء الإمام الشافعي بعد ذلك اجتهد فوافق اجتهاده كلام سيدتنا عائشة، واضح؟ عن عائشة أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، يعني لا تتعمدوا، لكن لو عليك صلاة قديمة خلاص صلي، إنما ما تتعمدش تصلي وأنت ما عليكش صلوات، ده فهم سيدتنا عائشة. لكن إن كان عليك صلوات فلك أن تصليها في هذا الوقت. وبالتالي اتفقوا على أن صلاة الركعتين بعد العصر هذه لن تكن سنة العصر البعدية، لكن كانت سنة قبلية فاتت على النبي وكان يقضيها، وكان كثيرا ما تفوته لأن النبي كان يكون مشغولا بإيه بشأن الوفود التي تأتي وقضاء حوائج المسلمين وغير ذلك، فكان أحيانا يستغرق هذا منه وقته، فإذا صلى العصر قضى ما فاته من السنة. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.